يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارات متناقضة حول سياسته تجاه إيران. الاتفاق النووي الإيراني فيلم رعب. أرجو أن تمر الأمور جيداً. هناك الكثير من الصعوبات. لدي شعور أنهم سيتحدثون إلينا قريباً جداً. ربما لا. وهذا مقبول أيضاً. فمن جهة يلفت نظر الجمهور المؤيد له إلى خطوة الانسحاب من الاتفاق النووي، ومن جهة أخرى يتحدث عن الحوار مع طهران. أول ما يجب أن يحدث هو أن تغير إيران من تصرفاتها، وبعد ذلك يتفاوضون. تعتبر الولايات المتحدة أن إيران مصدر كل الاضطرابات في الشرق الأوسط، وقد راجعت سياستها تجاه طهران وانسحبت من الاتفاق النووي، وأعلن وزير الخارجية لائحة تصرفات إيرانية على طهران أن تتخلى عنها. هل نود رؤية تغيير في تصرفات إيران؟ هذا أكيد. والآن تقترب واشنطن من الحزمة الثانية من استعادة العقوبات على طهران، وتشمل منعها من شراء الدولار الأمريكي وقطع السيارات ومواد أولية مثل الحديد والذهب. وهدفها وضع إيران أمام خيار تغيير تصرفاتها وبدء التفاوض أو الانزلاق إلى الفوضى الاقتصادية. ما تفعله العقوبات هو منع إيران من ممارسات نشاطاتها السيئة والتي تزعزع الاستقرار، ولو أرادوا التفاوض فالولايات المتحدة منفتحة على ذلك. يأمل الرئيس الأمريكي أن تجبر العقوبات إيران على التفاوض، وإن لم تفعل تصبح معزولة بدون أموال. في الغنم العربية واشنطن.